ما كاينش غير 2000 درهم في الدار البيضاء، 5000 درهم 6000 درهم السيد الوزير، اكثر من 90 على السياره فيها 14 خيل، اما السياره 14 خيل مامنش على ولدي لك الثمن. خطير هذا الشيء. ثم على مستوى تقول لي بان هذا التامين والتسجيل فيه اداء ديال فوتوكوبي وفيه ديال الحارس وفيه الاستاذ في شهر 7 و8، اسمح لي، وداك الواجب الشهري فين كيمشي؟ زعما داك الواجب الشهري كله راه كتصرفوا على الاستاذ. اسمح لي، انت عندك 20 تلميذ في القسم كيقراو 3000 درهم، ضربهم في 20 هي 60000 درهم، زيد شحال كيعطي الاستاذ؟ 3000 درهم، الاستاذ مخير كيعطيه 5000 درهم، شحال ربحتي؟ 25000 درهم. هذا قسم واحد، هذا قسم واحد، سيد الوزير، قسم واحد، اسمح لي، قسم واحد، وضربها شحال القسم عنده؟ سيد الوزير، انا كنقول هذا زعما لا تهلا فيه، ما راه تسميك ما كاينش. كاين 3000 درهم، اقصى كاين 4000 5000 درهم، استاذ. كاين ما كتكلفش على البعثة، هذوك راه مليون ونص وجوج المليون سيد الوزير. هذوك راه ما كتكونش عليهم، حنا ما قادرش نوصلوا لهم هذوك، هذوك بوحدهم. هذوك عندهم ماليهم، واحد 5% هي محظوظة كتمشي لهم. أنا كنتكلموا على هذوك الكبار الزويونين الصوفي اللي دايرين شوية الزواق، مزوقين الطوموبيلات داك الشيء واعر. هذو راه 5000 درهم باش تقري ولدك. 4000 درهم، وباش لاسيرونس خاص تخلص التأمين، وخاص تخلص 3 شهور تصبيق السيد الوزير. وخاص يدير الانتقاء الأولي لولدك. يدوزوه في لجنة ديال الخبراء. ديال الخبراء علاش يشوفوا اولا واش زويون بوكوس، واش باه عنده الفلوس، ثم عاود ثاني واش دماغه مزيان، علاش باش يوصلوا للمستوى اللي باغينه هما، لان عندهم الجوده. كاين شي تعليم في العالم السيد الوزير كيدير الانتقاء لولاد الشعب. انا اعطيهم كاع لولاد الشعب الان بكافه الفئات ويخرجوهم لي نبغاء علماء. وهنا نقول تعليم خصوصي مزيان، انا اول مدافع يكون عليهم، اول واحد نخرج ندافع عليهم، هو ياخذوا ولد بسيط ما عندوش مؤهلات، الاسره ديالو ضعيفه، ويخرجوا لي عالم، خرجوا عالم. اسمح لي، كاينش هادشي. انتقاء، انتقاء مؤدى عنه. سيد الوزير انتقاء وماشي مجاني، مؤدى عنه. كيمشي حتى 700 درهم. من 100 درهم 700 درهم سيد الوزير. الانتقاء الاول ما خبرش هادشي. ما خبرش، ما كيقولوش لي هادشي. حنا الان كنتكلموا بمراره، لا سمحتي السيده النائبه المحترمه. انا كنتكلموا بمراره وماشي عندنا يعني عندنا شي عداوه ولا بالعكس. هادو راه ولاد الشعب، وتا هما اوتور ديال الشعب مواطنين كاملين. ونهار غيكبر هذا الحقل الاجتماعي ويتغول، غياكلوا هما الاولين. لا زعما من غادي يهجموا دوك الرعاع والدماء، من يهجموا غادي يخليهم في الطريق. راه يا اما نديروا مستوى التضامن الاجتماعي ونعيشوا كاملين، يا اما غنمشوا كاملين. راه هادشي اللي كاين. عمليا دابا الان انا نفس التلاميذ ديال العموميه جايين باغي يقلبوا طوموبيل تاع خصوص مقفوله في الطريق، ما يقلبوها. لك حنا دخلت شخصيا السنه الماضيه وقفتهم. جاي طوموبيل ديسان وقفوا لهم في الطريق، بيوقفوها دابا يقلبوها التلاميذ خارجين من الابتدائي. بحق قلت لهم مالكم، حنا ما عندناش الطواليط وما عندنا ترونسبور. سيد الوزير اللي كانوا هاد التعليم الخصوصي مشى بمستوى مزيان، راه حنا عطيناه المؤهلات، ضربنا المدرسه العموميه، درنا فيها التقشف، سالينا معها بعدد من الوسائل صراحه اللي هي مؤلمه جدا، مؤلمه. ولا الحل الامثل هو التوازن. والتوازن ما كاينش مشكل. اليوم نحاولوا نخلقوا الشراكه قطاع عام خاص. هادو تياخذوا اجر التعليم العمومي، تياخذوا المتقاعدين، اش كيعطيو بالمقابل المدرسه العموميه؟ كتكلم لي السيد الوزير على ايضا على التعليم عن بعد، عندهم هما في القانون 006 عندهم هذه من 2000 من 2000 من الدار المنطقة الوطنية للتربية والتكوين عندهم التعليم عن بعد، يعني 20 عام، واعطيني شنو داروا فيه؟ المدرسه العموميه دارت احسن منهم، ونقلوا منها كياخذوا التسجيلات وكيديوهم التلاميذ عندهم، ايوا 20 عام، وبالتالي تخلصوا دابا الان، يتخلصوا. كيبان لك حلال يتخلصوا.